جنان فيكتور وفيروز يوم جديد اللي اسميها صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الورد، صباح الخير هبة، صباح الخير عمر، ان شاء الله يجعله نهار ونهاية اسبوع مباركة عليكم وعلى كل من يشاهدنا. اليوم شلون التفاؤل؟ هو التفاؤل دائما لازم يكون موجود رغما من وجود الظروف، لانه سبحانه عز وجل احيانا يمكن نكون احنا داخلين بظرف صعب، لكن هذا الظرف الصعب يمكن سبحان الله مسهل لنا اشياء كثيره، يمكن حافظ لنا صحتنا، يمكن حافظ لنا احبابنا، يمكن ويمكن، فكل هالامور ان شاء الله لازم تكون متوافره، وعنصر التفاؤل لازم دائما دائما يكون امامنا. يعني طول ما دعوات ان رب العالمين يسهل امرك ويسهل بنفس الوقت امر كل الناس. جنان الجو الاسطوري، شكرا ابني على الدعاء، شكرا. يسعد صباحكم جميعا، اهلا وسهلا بكم احبابي. ان شاء الله مثل ما ذكرنا وامنياتنا القلبيه دائما لكم في انه تكون نهايه اسبوع مباركه عليكم. نبدا اليوم بالتوقعات الفلكيه واين هي الكواكب من الابراج وما هي الابراج الاكثر استفاده من دونها في هذه الفتره. أكيد أحياناً الوضع الفلكي أو طريقة سير الكواكب تكون أحياناً متواجدة في مواقع إيجابية وأحياناً تكون متواجدة في مواقع ممكن تشكل زوايا، وخصوصاً بالنسبة للقمر. حركة القمر أحبابي سريعة، فمن الممكن أنه تتشكل زوايا دائما في أثناء جولته، خصوصا إذا ما كان هناك كواكب موجودة في مواقع تشاكسة. فهذا تقولون هاي شنها البداية هاي المزعجة اليوم من الصبح مصبحة لا ماكو، إنما أولا أنه إحنا دائما أسعى إلى أنه في خلال لقائي وياكم أثري معلوماتكم، خصوصا أنه يمكن أرى أنه هذا العلم أحياناً العالم يعجبها تعرف عنه معلومات كثيرة، وإذا سبحان الله أنطاني لقاء سمح أنه يكون وياي لقاءات مستمرة، أحاول أنه دائماً أثريكم بمعلومات تستفيدون منها دائماً. وجود القمر هذا اليوم في برج الدلو الهوائي، بوجوده في برج هوائي وتعتبر يعني الأبراج الهوائية من أقوى الأبراج، لأنه الهواء قادر على أنه يحرك الماء، والهواء قادر على أنه يحرك التراب، وكذلك قادر أنه يعني يوسع النار، فيعتبر من العناصر القوية جدا. فموجود القمر في برج هوائي اللي هو برج الدلو مع المريخ بدرجاته اللي يبدي إن شاء الله يقطعها بقالة كم يوم إن شاء الله، ويترك برج الدلو وتبدي الانفراجات إن شاء الله على المجاميع اللي متأثرة بوجود المريخ وكذلك متأثرة بوجود الكواكب في برج العقرب. نتطلع إلى أواخر هذا الشهر وبداية الشهر المقبل حتى يكون هناك انفراجات كبيرة بالنسبة إلى انعدامية التأثير الفلكي ونفاذ أو نفوذ أو انتهاء التأثيرات أو الطاقة السلبية اللي ممكن أنه إحنا نستحصلها من خلال وجود هذه الكواكب وتأثيرها على تكويننا الجسماني وكذلك حتى على الأرضي. طيب نجي هسه نستعرض الخارطة الفلكية بصورة عامة ونشوف أين هي الكواكب. عرفنا أنه القمر في برج الدلو، طيب الشمس وين؟ الشمس متواجدة في برج الميزان وبدأت يعني تنهي وجودها تقريبا في برج الميزان العشرية الثانية، خلصت التأثير تبدي نبدأ بالعشرية الثالثة والأخيرة منها، لأنه يوم 23 راح تكون إن شاء الله الشمس منتقلة إلى برج العقرب المائي. فإذا هذه الفترة تعتبر المستفيدة منها هي العشرية الثالثة من مجاميع الميزان الهوائي. طيب
وجود الشمس في برج الميزان، كذلك وجود كوكب عطارد مع الزهرة المتراجعة مع المشتري في برج العقرب، وجود كوكب أورانوس المتراجع في برج الثور، نبتون في برج الحوت، كذلك كوكبين آخرين متواجدين في برج الجدي اللي هما بلوتو زائدا زحل، أما القمر فمتواجد في برج الدلو الهوائي. هذه كلها الأبراج أو وضع الخارطة الفلكية لهذا اليوم. طيب، ما هي التأثيرات اللي ممكن أنه نستشفها من خلال هذه الخارطة الفلكية ووجود القمر في هذا الموقع؟ لو كان القمر متواجد مثلا في برج الدلو وكانت الكواكب بغير توزيعة، يعني وجودية في مثلا لنفترض أنه كانت الشمس موجودة ببرج العذراء وكان القمر بالدلو، يكون التوقع غير هسه وجب بموجب هذه الخارطة الفلكية تكون التوقعات غير. فإذا خلنا نجي نشوف، يستمر بقاء القمر في برج الدلو لغاية مساء يوم يعني 19، ويكون يوم 20 إن شاء الله في برج الحوت المائي. إذن خلينا نجي سوا نتعرف على التوقعات الفلكية لهذا نتيجة هذا التواجد، وكذلك لنتيجة هذا التواجد الكوكبي والخارطة الفلكية هذه. وجود القمر في برج الدلو يقول لك يا مولود برج الحمل الناري، أكيد ستكون الفترة بالنسبة لك محفزة لأنه تمم أعمالك قبل لا ينتقل القمر إلى البيت اللي يسبقك، لأن دائما من ينتقل القمر إلى البيت الذي يسبق يعتبر بيت يجب بأنه ما نبدأ بشيء جديد، يعتبر فدراحة لدورة فلكية قمرية إيجابية جديدة، نتهيئ منهيئ جدولنا لأعمال ممكن أنه نتممها بعد ما يدخل القمر إلى برجكم، وكيف تهيئون أسبوعكم المقبل بقوة الله، ومثل ما يقول العبد في التفكير والرب في التدبير، وإحنا دائما هذا نمشي عليه، فالفترة دائما تكون مناسبة. هذه الفترة تقول أنه طول ما القمر موجود في برج الدلو يا مجاميع الحمل النارية، الفترة مشجعة جدا من يا ناحية، وممكن تكون يعني ناجحة في هذه الفترة. هذه الفترة اجتماعية بحتة، اجتماعية بحتة، تلتقي بها أصدقاء، تلتقي بها شيء، تلبي دعوات، تسوي واجبات تجاه الآخرين، فهذه الفترة تكون اجتماعية. قد ممكن أنه تكون اجتماعية يعني مثلا لتتميم فد واجب إنساني، أو ممكن أنه تكون لتتميم أمور ترفيهية أو ترفيه العائلة أو شيء من هالقبيل. هذا من باب. من باب آخر، الطاقة إيجابية ممكن أنه تستقبلها. الفترة أيضا مناسبة لبحث مع مؤسسات نافذة إذا كان عندكم معاملات تخص هالأمور. إضافة إلى ذلك، ممكن أنه في هذه الفترة تبدون تبرمجون وقتكم بالشكل اللي تقدرون توزعون بها أعمالكم على جدول الأسبوع المقبل. إن شاء الله الفترة تكون مليئة بالواجبات، لكن هذه الواجبات راح تكون بها أمور إن شاء الله إيجابية، مردودها إيجابي على نفسيتكم. فوجود القمر في بيت الدلو يعتبر برج صديق ومن الأبراج المفيدة، فنستفيد من هذه الصداقة وهذا الوضع الفلكي حتى تجعلون الفترة المقبلة مع دخول القمر إلى الحوت فترة تخطيطية. طيب، مجاميع برج الثور تقول لكم الفترة يمكن ينال التعب من أجسامكم، ممكن تلاحظون أنه طاقتكم شوية تبدأ شيئا ما بالانخفاض نتيجة للتأثر الفلكي. تراجع كوكب أورانوس في برجكم إلى فد عامل،
مع وجود كواكب متعددة في برج العقرب مع وجود المريخ في برج الدلو دي يحفز عندكم أمور ومشاكل ممكن تكون على صعيد شراكة عمل، على صعيد شراكة عاطفة، على صعيد مهني. فنلاحظ أنه هناك فتحالة من الاستنفار العصبي والاستنفار العقلي وشون نقول التراكمات اللي كلها تتكون في داخلكم. أحبابي الفترة تقول أنه عليكم أن تكونون أكثر حكمة في التعاطي مع هذه المشاكل. ننتبه إلى أنه التعب والإرهاق ده يبدي في حقيقة نتيجة للتأثير الفلكي دي يأثر على نفسيتكم، خصوصا مجاميع القمر ومجاميع عطارد. الفترة تقول أنه نحاول قدر المستطاع استخدام أو تفعيل جانب ضبط النفس، الدبلوماسية، عدم التسرع، الحفاظ على الصحة خصوصا بالنسبة لكبار السن. ما نريد نبدي يكون في هذه الفترة يبدي علينا فالطارئ، وهذا الطارئ الصحي ممكن أنه يزيد إلى أثقالنا ثقل. الفترة تقول أنه وجود القمر ممكن هالفترة ما يكون يعني شوية يعني خادم لكم، لكن الفترة المقبلة من 20 بالشهر لا راح تكون أكثر حظا وأكثر توفيقا. فلو كانت لديك مبادرة في هذه المجالات الثلاث فالرجاء أنه شوية تحتكم إلى سياسة التمهل وعدم التسرع في اتخاذ قرارات أو المضي في هذه الأمور اللي ذكرتها الثلاثة. ينتقل القمر يعني يكون الفترة بالنسبة لكم أفضل. بالنسبة إلى مجاميع الجوزاء تقول لكم الفترة وجود القمر في برج الدلو مفيد لكم لأنه من نفس ذات الطبيعة الهوائية، لكن هذا يشجع أنه يكون تكون مبادراتكم يعني شوية أقل حدة، من خصوصا إذا كان هناك عندكم أمور تخص الدراسة الأكاديمية أو الامتحانات الأكاديمية. هذه الفترة تتطلب من عندكم أنه تكونون أكثر تنظيم بالنسبة لجدول دراستكم. ليش؟ لأن نشوف أنه الوضع العام بالنسبة إلى القدرة اللي بيها عقلكم يكون عمل نظامي 100% أو حتى نسبة أقل، نلاحظ أنه فيها تراجع نتيجة للتأثير الفلكي. فهذه الفترة تطلب من عندكم التركيز، والتركيز يأتي بأنه شون أنظم جدولي، شيء للعمل، شيء لشيء من الراحة، شيء لأنه أعرف شون أضبط أموري وأضبط أوضاعي، خصوصا وأنه الفترة يجب أنه أخطط لها وأستفيد من الفترة الإيجابية في هذا الموضوع. بالنسبة إلى مجاميع برج السرطان، نصيحة الفلك تقول عزيزي مولود برج السرطان هيئ نفسك لفترة إيجابية، وجود القمر في برج الدلو يدعم وضعك، كذلك انتقالته إلى برج الحوت تدعم وضعك. فعندك كم يوم ممكن تكون بها سمة حظ أو سمة توفيق أو سمة إيجابية. طيب أنا يمكن أكون محظوظة في هذين اليومين أو عندي قدرة أنه تسهيلية في هذه الفترة، لكن أنا عصبي ومتوتر وشوف الشايف بزماني وشايف هالأسبوع أطلع أقوم به، فهل التسهيل راح يأخر أو راح يتأثر من هالموضوع؟ لا، إنه أنا أمتلئ بشوية بروح التفاؤل، أترك ما خلفي للخلف وأحسب إنه أنا إذا أبدأ في شيء جديد راح يكون عندكم أمور اجتماعية، لقاءات ممكن تكون مثمرة مع الآخرين. فنحاول إنه نتطلع للأمام، لنخلي تراكمات الخلف تأثر علينا بحيث تنعكس كمرآة على أشكالنا وكذلك على تصرفاتنا. بالنسبة إلى مجاميع الأسد تقول لك الفترة كن أكثر صبر في التعامل مع شريك العمل وشريك العاطفة. القمر متواجد في موقع حسم،
يعني في شيء من الحساسية بالنسبة لك، عليك أنه تضبط نفسك، تلاحظ أنه أنتوا أيضا التعب دينال من أجسامكم ومن طاقتكم. هناك شيء من الاستنفار، خصوصا جهازك العصبي المركزي وكذلك جهازك الهضمي. ففي هذه الفترة إذا تنظم غذائك بالطريقة الإيجابية، عملية تمثيل الطعام تتم بإيجابية، لأنه إذا أخذت وجبات طعام دسمة وهذه راح تأثر على عملية تمثيل الطعام، وبالتالي راح تخربط نظام الجسم، تشعر بانزعاج، تشعر بثقل، يعني تشعر بصداع. فإحنا ليش الموضوع يقول أنظم هالموضوع لأجل أنه أتفادى الكثير، حتى لا تكون هناك فتشحنة غير إيجابية أنت بإيدك تشحنها لنفسك. بالنسبة إلى مجاميع العذراء، تقول لك الفترة أنه هي فترة مناسبة، قادر بها أن تتمم أعمالك إن شاء الله بأمور وخير وسلام إن شاء الله، فترة تتسم بإمكانية تتميم أعمالك، فالقمر يدعم وجودك، فحاول قدر المستطاع تتميمها بالشكل الإيجابي. بالنسبة إلى مجامع الميزان، تقول لك الفترة أنه العشرية هناك عشريتين راح تكون مستفيدة من هذا التواجد القمري، اللي هي العشرية الثانية والثالثة. أما بالنسبة إلى العشرية الأولى الزحلية، فأنا ألاحظ أن هناك أمور عائلية تطفو على السطح في هذه الفترة، لكن العشرية الثانية والثالثة ممكن أنه تكون أكثر توفيقا في ذلك. بالنسبة إلى مجاميع العقرب، تقول لك الفترة أنه أنتظر دخول القمر إلى برج الحوت، راح تكون بالنسبة لك الفترة أكثر توفيق. اجعل هذه الفترة تخطيطية، نلاحظ أنه أنتوا أيضا بالتأثير الفلكي التعب ينال من أجسامكم في هذه الفترة، لأنه أبراج متواجدة، يعني مواقع تتطلب من أبراج أنه أهتم بوضع الصحي، أهتم بوضع الغذائي، أحاول أنه ما أكون في مقدمة الأعمال فد ظروف أو مناقشة فد أمور من الصعب أن أناقشها في هذه الفترة، أأجل. أكو هناك فترات ممكن تكون أكثر مناسبة، لذلك انتقالات القمر يوم 20 بالشهر راح تكون إيجابية بالنسبة لكم، أستفيد من عدها أكثر من الفترة الحالية. بالنسبة إلى مجامع القوس، تقول لك أنت جاذب للأنظار، وإحنا ننصحك في الفترة الحالية أنه تستثمر أي وقت يكون به القمر موجود في موقع مناسب. أمامك كم يوم لغاية يوم 20 الشهر راح تكون مناسبة لتحركاتك، لأن أنت عندك فالضغط فلكي، فكل ما يجيك فترة إيجابية استثمرها، فهذه الفترة استثمرها عزيزي في حل يمكن مشاكلك الصحية، في أخذ العلاجات الممكنة، في معالجة مشاكلك مع الأسرة، مع الآخرين، في إمكانية برمجة عقلك لأنه مضخ على نفسك الكثير من الأفكار اللي تجعل الظروف والمتاعب تقف أمامك، فتحملك فد مسؤولية من أو فد مضايقة نفسية. هالأمور اتركها جانبا، أمامي أيام حظ، أباشر بحياتي وأكون مثل الفارس اللي مهيئ للحرب كما يقول. هالأمور هذه أصبحت في الماضي، فأتركها في الماضي وأمشي أواصل حياتي لأجل أن أشقها بطريقة إيجابية. أسلوب التحدي مطلوب منك في هذه الفترة، خصوصا في معالجة الأمور، التحدي الذاتي وليس تحدي الآخرين. بالنسبة إلى مجامع الجدي، تقول الفترة أنه وجود القمر في برج الدلو ومن ثم في برج الحوت داعم لك، أسبوع يجب أنه تستثمر أحسن استثمار، تخطيطاتك تكون إيجابية. هذه الفترة ممكن تناقش موضوع عمل أو تعقد فت صفقة لا بأس بها، الكواكب داعمة إن شاء الله.
تعتبر نهاية الأسبوع موفقة بالنسبة إليك؟ يمكن تعتبر أنت من الأبراج اللي أكثر مستفيدة من نهاية الأسبوع في هذه الفترة. مجاميع الدلو القمر في برجك صح؟ نسبة استفادتك من القمر هي تقريباً 60%، لكن هل 40% من خليها تأثر على 60؟ نحاول أنه نماشي أمورنا، ننتظر دخولة القمر إلى برج الحوت، رح يكون أفضل بالنسبة لنا استفادتنا من القمر بوجوده بالحوت ومن ثم بالحمل الناري يكون أفضل. فهذه الفترة أنت أيضا رغم وجود القمر في برجك اجعلها تخطيطية، ومن ثم كمل بقية الأسبوع على وفق التخطيط اللي أنت خليته. بالنسبة إلى مجامع الحوت تقول لك الفترة القمر متواجد في البيت اللي سبقك مع المريخ، هذا دا يجعل أنه عندك فد مشاعر من الشعور بالظلم أو الشعور بالحسرة أو الشعور بالندم على فد أمور يمكن أنت دا تتصرفها تجاه آخرين وآخرين ما دا يقابلوك كما يجب، أو تقول أنه أنا مجرد الشمعة التي تحترق وغيري لا. هل أفكار ممكن أنه تتوارد إلى فكرك في هذه الفترة؟ هناك نسب من المعادن في جسمك عليك أنه تتابعها بتفصيل المطلوب من عندك. ليش؟ لأنه العمل النظام الجسم إذا ما كان هناك أمور أو المتطلبات اللي المفروض تخليه يندعم حتى يكمل مسيرته في الحياة يصير بها اختلاط، إحنا لازم نوازنها مهما كان الظروف. اترك هالأفكار اللي بدها تدخل إلى رأسك لأنه يمكن يكون هناك شيء من القلق والتوتر وهو غير مطلوب في حياتنا. الأشياء اللي ممكن أنه يكون بها القلق مشروع، يعني يمكن نضيف نسبة معينة، لكن القلق الغير مشروع يكون مدمر للذات، فما ننصحك به. ننتظر دخول القمر إلى برجك، راح تكون هناك أمامك أسبوع موفق. في هذا الأسبوع الموفق برمج عملك لأجل أنه تتمم بوفق آلية ودراسة وتوفيق. هذا ما تقوله توقعات الأبراج نتيجة للتواجد القمري في برج الدلو الهوائي، والله أعلم. أكيد إن شاء الله سبحان الله ينظر إلى أعمالنا وإلى توبتنا وإلى ما إلى إنسانيتنا، يشفق علينا ويمنحنا سلامة وإن شاء الله التوفيق من الله أطلبه لكم. تمنياتي من كل قلبي أنه تكون نهاية الأسبوع مليئة بالألفة والمحبة والسلام بالأسر وكذلك للوضع العام ككل. أنقل الأجواء إلى زملائي لأنه فقط انتهت. شكرا للمتابعة. شكرا لك يا ست نان، يعني بغض النظر عن التوقعات اللي دائما تذكريها نصائح يعني جميلة للي خصوصا تقدميها لكل متابعيك وللمشاهد الكريم بصورة عامة، أنه خلاص ما نستسلم لكل ما مضموم أنه من خلال الأبراج، علينا أنه نسعى، علينا أنه نجتهد، علينا أنه دائما نتفائل بالخير حتى نلقى قدام.